السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي واحترامي لكم أحبابي الكرام. النهاردة حبيت أكمل بس الحديث عن آلام البطن من الألف إلى الياء. هذكر حضراتكم بعرض بسيط لأن كنت نسيت أتكلم عنه في الفيديو، فهكلم حضراتكم عنه دلوقتي باختصار، وهو أعراض الانسداد المعوي. دي بتيجي على هيئة إمساك، ألم في البطن شديد وترجيع متواصل. إمساك، ألم في البطن شديد وترجيع متواصل. خلاص، دي طبعا بنعرفها بأشعة، بتعتبر أشعة عادية على البطن والمريض واقف. دي أعراض الانسداد المعوي طبعا، دي نسيت أتكلم عنها طبعا. وطبعا احنا اتكلمنا عن كل حاجة، وبيبقى فيه من ضمن آلام الزايدة اللي هو التكيس اللي بيبقى موجود على الزايدة ده، بناخد علاج لفترة معينة وبعد كده بنشيل الزايدة. ده آلام أسفل البطن. دول بس كنت نسيت أتكلم عنهم، فقلت أنوه عنهم حضراتكم عشان تبقوا عارفين كل حاجة في آلام البطن من الألف إلى الياء. الانسداد المعوي أعراضه: إمساك مستمر مع ترجيع مستمر وآلام في البطن. إمساك مستمر مع ترجيع مستمر وعدم رغبة في الأكل مع آلام في البطن. من ضمن الآلام اللي بتبقى موجودة في أسفل البطن وآلام الزايدة اللي هي التكيس اللي بيبقى موجود على الزايدة ده، طبعا بنعرفه بأشعة وله علاج معين بيتاخد. المريض بيفضل فترة ما بياكلش ويعيش على المحاليل والمضادات الحيوية، وبعد كده تدريجي لحد ما نطمن إن التكيس انتهى تماما، بعد كده بنقدر إيه الجراح يقدر يتعامل مع الزايدة ويشيلها إن شاء الله. دي بس كانت حاجات عفوا ما اتكلمش عنها في الفيديو بتاع آلام البطن من الألف إلى الياء، فقلت أنوه عنها مع حضراتكم دلوقتي عشان إيه تبقى كل حاجة جاهزة بالنسبة لكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.